ودر مكانه وعايش زمانه. مالك انت يا ابو الخير؟ ايش دخلك بامر الغير؟ ايش دخلك؟ ايش دخلك بامر الغير؟ ايش دخلك؟ وين الغلط ها؟ وايش الغلط؟ هذا انا ابو الخير، هذا انا ابو الخير، هذا انا ابو الخير. ما احب ابدا تشوف الغلط، واللي يغلط انا لازم اوقف عن الغلط. نعم أنا الخطأ، وهذه رفيقة العصا. إن العصا لمن عصى يا الصح، يا إما هذا العصا. ما أحتمل أنا الخطأ، وهذه رفيقة العصا. إن العصا لمن عصى يا الصح، يا إما هذا العصا. ما الباق وابو الخير مالهم مال الغير، ما الباق وابو الخير مالهم مال الغير. شوفوا أفعالهم اليوم، شوفوا شوفوا شوفوا، وعايشوا هذا اليوم، عايشوا نعم عايشوا. شوفوا أفعالهم اليوم، شوفوا وعايشوا هذا اليوم. شوفوا تفضل أرباب. مزرعة مال أنت واجد تمام. تمام في عينك يا استكشخ لي بدروسك. ليش؟ أرباب فيه معصب. معصب منك؟ أنا حاطنك فورمان على المزرعة ليش؟ ما علشان تهتم فيها وترعاها؟ أيوة. ما دام إنه أيوة، وين ناتج من المزرعة؟ موجود أرباب، موجود. لو أنت ما بيجي اليوم أنا بيجي. زين أنا جيت. تفضل أرباب، هذا 150 ريال مال هذا الشهر. 150؟ ايش هذا؟ مزارع الناس تجيب بالالاف وانت تعطاني 150؟ اسسوا ارباب، انت يعرف سوق، بعدين سامان مال ماكينه، راتب مال امال. ارباب انا 12 سنه هنا في شغل، ما في كذب. ما حد قال انك تكذب، لكن اريدك تشد حيلك وتخلي هذا للعمال يشتغلوا. ليل نهار كرف، صدقني. كذاب يا سرج. ابو الخير؟ نعم. انت كنت منظم؟
علشان اكشف اكاذيب عمالك اللي اعطيتهم المزرعه وانت جالس في البيت. انت مسلح على وجهك بالله؟ نعم قصدي علشان تصدقني لما كنت اقول لك وتقول لا تدخل، عمالي لا يمكن يخالفوني. وبعدني عند وعدي، بعدني. شوف شوف هذه 150 وكل نهايه شهر اخذ مثلهن. يا فرحتك بال 150 يا فرحتك. تعال ابوي تعال شوف، تعال تعال شوف، تعال بطل عيونك تعال. هلا. انت غافل جالس البيت، غافل غافل. بطل عينك شوف عمالك ايش مسوين. أهلاً بالصباح. عملاً وأملاً، بهجة وسعادة، فرحة وهناء. العيار ها هلا بالك بابا كشفك. انت ليش تسوي هذا نمونا؟ علشان انتو هلكتون عديتون الله يديكم. انا يعرف انت يريد نهنا الروح. يا ريت. علشان انت في شغل بإدارة. انا وغيري من البيادير بعد. انت تهلم. ايش قصدك بابا؟ انتو يريد راحة شغل هالنهنو. لا والف لا يا سرج. انت في فكر انا في خسران ارباب يشوف خزار؟ اي نعم، وبيحاسبك عليه وبياخذ قيمته بعد. زين تعال بابا تعال معي. بابا هذا السارج مخمل كبير ما في تتون صغير. تعال شوف هذا خضرة. يا الملعون حبيبي هذا سارج ما يلعب الست والله. زين وانا بسكت ابدا ما بسكت، بشوف يا سورة كيف بتبيع هذا الخضار انت. صباح الخير الاخت زهرة. قلنا صباح الخير يا ويه الخير. كيف يعني نترك شغلنا ونجلس نسولف؟ انا اسف ما قصت، بس كنت اصبح. صبح ولا تمسي وبعدين برد عليك الصباح وبتسألني عن الحال وبقول لك بخير وكلمة منك وكلمة مني ويا وقت ضيع ويا شغل روح. اسمع يا أخ ربيع، أنا إنسانة عملية وما أحب أضيع وقتي في كلام ما ينفع. وإذا كان خلاص خلاص هرجوك يكفي، أنا ما قصدت، أنا آسف. ألو ألو نعم أوجز. عفوا نعم أستاذ مدير. أيوة أنا زهرة. بدر ما وصل بعده، ما موجود. إن شاء الله أستاذ دقائق والملف إن شاء الله بيكون عندك. أيوة جاهز إن شاء الله. شكرا. أقول أخ ربيع، من بدر هذا؟
أعتقد أنك سمعتني. آسف ما سمعتك. بصراحة أنا ما أريد أضيع وقتي، العمل أهم. أعتقد أني سألتك عن شخص سأل عنه المدير، وهذا يا أخ ربيع شغل. بدر هذا موظف زميل منقول عندنا من شهرين، يعني في الفترة اللي أنت فيها كنت بإجازة. أها، الظاهر إنه شخص مهم حتى يسأل عنه المدير شخصيا. مهم؟ نعم نعم مهم، مهم جدا بعد. وهذا هو مكتبه، وهو من الشباب اللي يكونوا عند اشوف معك سيارة خضار ما شاء الله. اي والله جالس ابيع. كيف حالك انت؟ الحمد لله. ها بعدك تدور شغل؟ ايه انت تعرف كنت اشتغل بيدار، ولما باع صاحب المال مزرعة عبد الله بن سالم ظليت بلا شغل. لو سمعت رايي ورحت مسقط عند اختك بدر كان ما احسن. ايش اسوي هناك؟ اني على الاقل امشي حالي، انبت واحضر النخيل بالاجرة ومرتاح والحمد لله. لكن تعال، انت ما خبرتني متى خذيت هاي السيارة؟ اليوم وبكرة بترد لأصحابها. ما فهمتك بعدني. اسمعني بس. وش وش ايش هالضحك؟ الواحد ما يقدر يتكلم معاك. انا اسف يا بدر، بس فعلا الموقف يضحك. شرها مو عليك، شرها علي انا اللي باخذ سيارتك. سكراب هالحين؟ سكراب مو انت اللي بغيتها مني؟ بغيت استخدمها يومين لحد ما تطلع سيارتي من السيرفس. بهذلتني انت؟ انت وبعدين معك يا بنت الحلال، وبعدين معك لاحقتني لحد المكتب؟ انا لاحقك انت؟ ايوه. يا بني ادم شوف شكلك اول بالمنظرة. الله يهديك، انت شايف شكلك علشان الاحقك انا؟ الظاهر انكم ما تعرفتوا على بعض، الواجب علي اني اعرفكم بعض. لا شكرا، الله الغني عن معرفة هذا الشبح. هذا الشبح يا الحية. ايه انا احسن اسكت عنك. احسن استهدوا بالله يا جماعة، انتوا زملاء. والله عاد انا ما مزامل شجرة الدر. ايه ولا عاد انا مزامله توفيق الحكيم.
عموما وعلى كل حال هذا الاخت زهر وهذا الاخ بدر. يا ابو الخير اخافك غلطان في كلامك هذا. عفا عليك خذ الوكاد مني انا مراقب الموقف. اذا كان هذا صحيح اللي تقول عليه. نعم صحيح. يلا شوف شغلك انت شوف شغلك يلا. زين بنشوف. هذا هو الشخص اللي خبرتك عنه يا خميس. خير ايش عندك؟ ابو الخير يقول ان السيارة ما ملكك يا ابو راشد وانك تستقاضى مبلغ اجر لك علشان تجلس في السيارة. هي سيارة. نعم هذه هي الحقيقة نعم. وهذا اللي جايب الخضار من مزرعة كفيل حميد. هذا خضار ما مال انا. ايش هذا الكلام اللي جالس تقوله يا ابو الخير؟ اتق الله في نفسك. كيف يعني يا ابو راشد؟ يعني كلام ابو الخير غلط. وبعدين ما اظن ان البلدية تمانع اني انا اشتري الخضار من اي واحد. ها ابو الخير اشوفك ساكت. سكتني المدعي هذا الله حاله انقلبت السالفة. طيب ليش يا ابو راشد ليش؟ يا ابو الخير بسك من هذا الكلام وخليك في حالك. قاعد تسوي مشاكل يا ابو الخير. هذه ما اول مرة تخلينا نغلط في الناس. الله يخليك لا سوء عمرك مراقب عليهم. صدقني هذه هي الحقيقة. أرجوك خلينا أشوف شغلي. إذاك يا أبو راشد اطلعني كذاب. سامحني يا أبو الخير واحد شبه مثلي على الله ومعاش الشؤون 30 ريال على جلسة ساعتين هنا ينفع عنه. شاورما واحد عرسي ومخلل وكثر من المخلل. أنا لما سمحت إنك تشتغلي ما معناه إنك تتأخري. بس يا أبوي أنا ما تأخرت غير 3 دقائق. وثلاث دقائق شوية. 3 دقائق. 3 دقائق كل يوم في 6 أيام عمل كل أسبوع. كم يصير؟ 18 دقيقة. 18 دقيقة زي لو حسبناها في الشهر كم تطلع؟ ما أعرف. ما تعرفي؟ تطلع 72 دقيقة يعني ساعة و12 دقيقة. يا بنتي هذا كثير كثير. سعد ما عنده هذا التأخير. هذا الكلام مردود عليه. إنزين يا أبوي طالما انت ما موافق اني اشتغل ليش خليتني اشتغل؟ يا بنتي انا ما قلت هذا الكلام. لو كنت قايل هذا الكلام على شغلك اكون متخلف اكون رجعي. بس انا اقول يا بنتي ان التأخير ممنوع. يعني انا اتأخر على كيفي؟ لا ما عندك عذرك يا زهرة. السيارة وعندك يا بنتي لا تلوميني تراني أخاف عليش. أنا الله ما رزقني غير 3 بنات خواتش اطمنت عليهن وتزوجن ما باقي غيرش انتي فلازم أخاف عليش. يا أبوي خاف علي ما حد قال لا بس عطيني الثقة. أنا قمت أعامل الناس وكأني رجال قافة في المعاملة. وهذا هو المطلوب يا زهرة. هذا هو المطلوب. لو كل واحد أعطيتيه وجه كان بيأخذها طولة. يا بنتي أنا خايف عليش. يا أبوي الله يهديك أنا ما صغيرة أرجوك تفهمني. أدري يا بنتي أدري أنك ما صغيرة.
وأدري أن في 9 جاي خطبوش مني وأنا ما وافقت وأدري المهم يا بنتي قولي لازم تعرفي أني غالي علي ومثل عيوني. السلام عليكم. وعليكم السلام. أدري أنك زعلان مني وعلشانك ذاك أنا جيتك البيت. ها كيف؟ بتردني؟ لا 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 أبدا. أفا عليك يا أبو راشد. تفضل أخوي تفضل تفضل. قصدك تقول أني أنا مخرف؟ لا يا أبو الخير أنا ما قصدت. عجب إيه قصدك؟ أنا الحين لما أشوف على مصلحة أهلي وناسي أكون مخرف يعني؟ أنا قصدي أساعده. أنا عارف هذا الشيء بس الناس تغيرت وإنت بعد لازم تتغير. لا يا أبو راشد أنا قدام الغلط لا يمكن أسكت. زين كلامك هذا يسبب لك مشاكل والكل الحين يقول على إنه أبو الخير فضولي ويتدخل باللي ما يعني. أنا ما علي من كلامهم هذيلا. اسمع نصيحتي يا أبو الخير وصير مسقط عند ود أختك عند بدر وريح نفسك. عجبك ذا اليومين كثير تقول لي ذا الكلام. شو السالفة أبو راشد؟ العشرة اللي بيني وبينك تخلينا نصحى وبصراحة أنا ما أريد حد يتكلم عليك من وراك. الكل الحين متأذي من أبو الخير لأني أريد مصلحتهم لكن أنا ما بروح من هنا واللي يصير يصير. الظاهر انك انت دخلت هني بالغلط سوق الجمعة ورا هذه العمارة. يا بني آدم شوف شكلك اول بالمنظرة. الله يهديك انت شايف شكلك علشان الاحقك انا. بدون صباح الخير. خلصت الشغل اللي باقي من امس؟ وبدون صباح النور. وانت من حد تسالني هذا السؤال؟ يلا ما صدقت اني كلمتها. على فكره انت شايف نفسك واجد ترى. لا والله ذكرتيني. انا احسن اسكت عنك. احسن.
خير؟ في شيء؟ لا بس بغيت اسال عن ربيع وينه؟ ربيع ما وصل لانت. لو سمحت ارجع مكانك. ما ارجع؟ وبعدين انا كيفي؟ ارجع ما ارجع انا كيفي؟ الظاهر اني زودتها معاك شوي. صدقيني انا طيب، مو طبيعي، مو كذي ابدا. بس عموما انا اسف. وأنا بعد آسفة. أنا بطلع منك يا سورج، إن ما كشفتك وخليتك تنتف شعر راسك ماكو من أبو الخير. بلاعبك لعبة السنور والفار، أما هو فار فار الردي جالس يخرب على الرجال، وصاحبنا لاهي كيف ما بيكون لاهي؟ ترى متغابي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أنا؟ والله لو شافتني حامل بتنفجع. افتح الباب يا أبو الخير افتح. هذا صوت أبو راشد. قايد 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 أبو راشد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق اللهم سكنهم في مساكنهم يا رب العالمين. لا تخاف يا ابو راشد، انا عنس ما جن. اسمح لي ظاهر غلط في البيت، والله وما لك حلف عندي، على بالي بيت ابو الخير. انت ما غلط في البيت يا ابو راشد، هو نفس البيت. عجب من الاخ انا ابو الخير يا ابو راشد. لا 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 ما معقول ما معقول ما معقول. الحين انت ما عرفت بالله عليك؟ انا ابو الخير بشحمه ولحمه. الحقيقه؟ لا صحيح والله؟ ما عرفتني؟ لا؟ لا. اذا نجحت التجربه، والدور عليك الان يا حميد الغافل. يا ترى هل يا ترى بيستمر ابو الخير؟ يصلح أغلاط الورى بيستمر أبو الخير، بيستمر أبو الخير. يا ترى هل يا ترى بيستمر أبو الخير، بيستمر أبو الخير. يصلح أغلاط الورى بيستمر أبو الخير، بيستمر أبو الخير. وصاحبه من بط أمره غريب ما يندلي، بكرة نشوف معكم نطوف، بكرة نشوف معكم نطوف. في دولة مع أبو الخير يصلح أغلاط الخير، في دولة مع أبو الخير يصلح أغلاط الخير. بكرة نشوف معكم نطوف، بكرة نشوف معكم نطوف. ودر مكانه وعايز زمانه، هذا هو أبو الخير، 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 هذا هذا هو أبو الخير، هذا أبو الخير. يلقاكم بكرة بالخير.